اللي هو مشغل خليه كده حاجة مفتوحة. الأخت برضه الأخت بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شغل حاجة من المراوح ورق المفاتيح حاجة كده. احنا لسه ما زلنا في أعقاب الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير صاحب جوامع الكلم الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين، عند الكلام على صفات المعاني قال رضي الله عنه: ثم المعاني سبعة للرأي. صفات المعاني كم؟ سبعة. أي علمه المحيط بالأشياء. قد يقول البعض: لماذا ينحصر العدد في سبعة؟ الجواب جوابنا عليه زمان، ولكن نعيد ثاني: ليس المراد حصرها في سبعة، فإنها كثيرة. كمالاته تعالى لا تتناهى. أما ليه حصرها؟ بل محصور يعني الكليات وليس الجزئيات، يعني أمهاتها أو مهماتها، يعني الأصول، يعني أصول هذه الصفات محصورة. بل حصر ده للكل وليس للجزئي. أو قيل أنه السبع دي ما عداها يندرج تحتها أو يتفرع عنها، يعني أي صفة غير السبع داخل أو راجع إلى واحدة في السبعة، إذ هي سبعة محصورة من حيث أنها الأمهات أو الأسس وهكذا. واضح ولا مش واضح؟ ثم المعاني سبعة للرائي. الرائي مش معناها المتطلع أو الناظر، يعني معناها المتأمل المفكر. يعني زي مثلا يا أبا سفع فانظر ماذا ترى، يعني يعني تبدي، يعني ماذا والامر اليك، فانظري ماذا فانظري، يعني ايه هنا تاملي وقرري ايه اللي انت هتتخذيه. يبقى هنا للرائي يعني المتامل المفكر العاقل. قال: يا ابت اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. في قراءه اخرى ايه ماذا تري، هي وضحت المعنى، يعني ايه ماذا تبدي من رايك وماذا تقول، مش ماذا تأذى. فانظر ماذا ترى، يعني فانظر ماذا تنظر، ما تنفعش تفسيرها كده، لازم تفهم ليه اللغة. ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء. حياته أول صفة بدأ بها العلم، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراده. شوف كده، يعني كل شيء كائن يعني واقع في هذا الوجود، فقد أراده الله سبحانه وتعالى، وإن يكن بضده قد أمر. فالقصد غير الأمر، فاطرح المرى، فقد علمت أربعا أقسام. قلناهم الأربع أقسام اللي هم أراد وأمر، والقسم الثاني لم يأمر ولم يرد، والثالث أمر ولم يرد، والرابع أراد ولم يأمر. وجبنا الأمثلة فاكرين ولا مش فاكرين؟ عاوزين من مروحة واحدة حاضر سيدي كده عشان ندعي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاي معلية سكر واحدة سيدي، عاوزين بس مروحة والإضاءة شوية. والإضاءة دول أنا لو أنا أكلمت الشيخ عماد هنجيب ثلاثة جدال. مفيش ولا حاجة الآن كده، مفيش إلا اللي ورا دول، نبص الآخرين طافيين مش عارف ليه. لو خلاص ندرسهم كده باللمس. هل من المية اللي فيها مية هناك؟ يبقى الأقسام كانوا أربعة: أراد وأمر، مثل إيمان المؤمنين، فإن الله تعالى أمرنا بالإيمان وأراده منه. واضح؟
أراد كده القاعدة هنا، وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر. فالقصد غير الأمر فاطرح المرى، فقد علمت أربعا أقساما. يبدأ إذن الأمر غير الإرادة. يعني بعض الناس يفهم إذا ربنا أمر بشيء يعني أراده، أو إذا أراد شيء يعني أمر. الأمر غير الإرادة، وجمع الله تعالى بينهما في آية واحدة، ولا يجمع بين الشيء ونفسه، إنما أمره إذا أراد. يبقى هنا أمر شيء والإرادة شيء. الذي اللي يوضح لنا المعنى، أول ما تسمع كلمة أمر يعني طلب، طلب طلب وفعل شيء. باب والإرادة مش طلب، تخصيص. باب والرضا في حاجة ثالثة اسمها الرضا، الرضا قبول. قال تعالى إن تكفروا. نعم صدق. ده كلام المعتزلة، ده اللي احنا عاوزين نرده. لا في كده النص يقول انما امره اذا اراد، ان يقول له كن فيكون، لانه هنا في الارادة على ايه؟ جواب الشرط هنا حادث لحدود جواب الشرط. ما لسه احنا هنفكر قبل ما نتكلم، قبل ما نتكلم في جواب الشرط وفي فعل الشرط. الإرادة هنا ما على هذا، ليس على ليس على هذا الكلام، الكلام على نحو آخر، وهو أن الإرادة هنا في القرآن تنقسم إلى معنيين. أحيانا يتحد الأمر مع الإرادة، إذا كانت الإرادة معناها الإرادة الكونية خلاص، وليس الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، زي الأمر التكويني خلاص كده، والأمر التشريعي. يعني مثلا لما ربنا يقول لليهود كونوا قردة، مش أمر كده، هل هذا أمر آية؟ ده أمر كده كده انفصل كده. ده التعارض، التعارض لما تنزل التعارض بين بين الأمر التشريعي وبين الإرادة الكونية، مش بين الأمر التشريعي وبين الإرادة التشريعية. بدليل واحد يقول لي ايه الفرق، من منين جبت الكلام ده؟ من القرآن مش من عندك. لو كانت الإرادة معناها الأمر، الإرادة معناها الأمر لما يكون إرادة تشريعية مش كونية. يريد الله يريد الله بكم اليسر. لو كان إرادة دي كونية إذا لا يمكن تتخلف، إنما العسر اللي احنا فينا وهم ذنين. إذا معنى يريد الله بكم اليسر يعني معناها يطلب منكم أن تيسروا، تمام، وليس معناها أن شيء قضاء اللي هو الإرادة اللي تكلم عنها. هنا الإرادة تحدث مع الإيه؟ مع الأمر. زي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإرادة الشرعية. يبقى هنا في أمر تشريعي وفي إرادة شرعية، في أمر تكويني وفي إرادة كونية. واضح؟ واضح. في ما هو ده تابع 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 للتكليف. ما هو مثل عليهم التفصيل، ولو ان اهل الكتاب اقر ففي اصل عام فالتفصيل هو الذي يقيم. هذا هذا تابع، هذا الذي تقول تابع للتكليف بعد تكليف الصيام والمشقة وإباحة الفطر للمسافر والمريض. قال الله تعالى يريد بكم مثل، يعني ده تكليف. ده إذا الأمر هنا راجع ليه؟ للتكليف وليس للتكوين. هنا يتحدث مثلا في قوله تعالى إن تكفروا فإن الله ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه قال لا يمكن يؤمن مؤمن ولا يكفر كافر ولا يتحرك متحرك ولا يحدث شيء في الوجود إلا به بإرادته.
فإذا الكافر ما كفر بإيه إلا بإيه، لأن الله تعالى أراد له ذلك ولكن لم يرضه. هذا دليل على التفرقة بين الرضا. ثم ثلاث كلمات عشان نخلص: الأمر طلب، والإرادة تخصيص، ما فيش طلب، ده المعنى اللي احنا عاوزين نقوله، والرضا قبول. ما فيش، ليس هناك تعارض ولا تناقض، إنما الذي يفهم من التعارض بسبب الخلط بين المعاني، خلطنا معنى في معنى آخر. هذه قضية منفصلة أخرى، مع أنه تعالى مع أنه جعل هذا بمشيئة الأشخاص، ولكن هذه المشيئة أصلا لا تكون إلا بعد الإرادة الإلهية، وما تشاؤون إلا إن شاء الله. إنه غطت المسؤولية في العقاب في جهنم وفي الدنيا بناء على مشيئة بالقاعدة اللغوية بإعادة الضمير إلى أقرب مذكور حيرجع إلى الله مش على العبد. فمن شاء الله أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء الله أن يكفر فليكفر، ومع أنه وقع بمشيئة الله ولكن جعله بمشيئة الإنسان أيضا، ولكنها مقيدة ومربوطة بمشيئة الله. ويوضح هذا قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن بس. ثم المعاني سبعة للرأي، أي علمه المحيط بالأشياء، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أرادة، وإن يكن بضده قد أمر. قال أقسام أربعة، هن قسم: القسم الثاني اللي هو لم يأمر ولم يرد، زي إيه؟ كفر المؤمنين، أو مثلا كفر سيدنا أبو بكر الصديق، لم يأمر به الله ولم يرد، واضح؟ أو كفر المؤمنين، أو كفرك أنت حد مثلا يعني. لا، ايه الدلال الاولاني؟ القسمين الاولين ما فهمش نزاع، يعني ايمان المؤمنين امر الله به واراده. طب وكفر كفر المؤمنين لم يامر الله به لم يرد. كفر الكافرين لم يؤمن لم يامر الله به واراده. أمرش به ليه؟ لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر به، لكنه لم ينفي أنه يريدها، لأنه لو كان لا يريدها وقعت بالجمعنا كده يعصى الله ويكفر به قهرا، يعني معناها لا يريد الشيء ومعناها يقع بخلافا لإرادته، وربك يخلق وهو الفاعل المختار، فمش حاجة تقع قهرا يعني رغما عنه ولا يكره، خلاص في شيء يعني ضد الإرادة إيه؟ الكراهية، اللي هو الفاعل الايه المختار. يبقى مثلنا للقسم الثالث، هو انه ايه القسم الثالث الان، اراد ولم يامر، اللي هو ايه كفر الكافرين، خلاص كده، كفر ابي جهل، كفر ابي لهب. العكس بتاعه امر ولم يريد، ايمان الكافر، امر الله الكافرين بالايمان لأنهم لم لماذا لم يؤمنوا؟ لأن الله لم، ولذلك في القرآن وضح: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. شو كذا؟ شو قالوا هم؟
وقال ذلك لو شاء الله ما أشركنا. إذا مش آية قرآنية به؟ نعم. كمل بعد ذلك. ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. ناش ما أشركناش ولا حرمناش حاجة، يعني معناها كنا أحسن منكم يعني. ذلك فعل الذين من قبلهم، فلا يرسل بلغهم. لا لا. قلت ما عبدنا شيء ولو شاء الله لين رحت النحل. ولا حرمنا من دون ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبل. أنت حتى خد بالك إن القرآن قال له مين؟ كذلك كذب، يعني هذا الكلام كذب. هذا الكلام كذب يعني معناها هم بيقولوا إيه؟ لو شاء الله ما أشرك. يعني لما يقول لهم الكلام ده كذب إذا معناه إيه؟ يعني معناها ربنا شاء إيمانهم مش شاء شركهم، وهم إيه أشركوا معناها كده. لكن الله تعالى يؤكد في آية أخرى أن ما قالوه حق. اتبع ما أوحي نفس السورة، اتبع ما أوحي بس قبلها ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. شو ده اللي قال؟ لا ايه رأيك في اغرب من كده؟ تعال في سورة النساء احنا عايزين نقرأ القرآن بتدبر كده وتأمل وفهم. قال تعالى ايه؟ وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. بعدين قل كل من عند الله كله، بس ادبا ادبا لا ينسب. وبعد كده الشر في اساس ما فيش حاجه في ذاتها شر، لكن هي الامور نسبيه نسبيه. يعني مثلا اللقمه ممكن تكون خير وممكن تكون شر. والله ان قصدنا التاديب خير هتتادب وتتعلم، لكن ان قصدنا الايذاء الشر. هي واحده هي في ذاتها، الاعمال في ذاتها لا توصف بانها خير او شر. يعني متى يكون خير؟ اذا كانت امر الله بها، شر اذا ربنا نهى عنه. يعني مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر بعكس الشيء، ينهى عن الشيء ويأمر، ممكن هو الفاعل المختار. المهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني عاد عليهم وذمهم وكلام مش فاهمين حاجة، وبعدها راح قرر كلام الاولاني، ما أصابك من حسنة وما أصابك من ذلك من الله من نفسك وأرسلناك. يبقى هنا حل الإشكال ده كيف؟ إنه كل شيء من عند الله، الله خالق كل شيء، ولكن ينسب الخير إلى الله والشر ينسب إلى الإيه؟ هذا من باب الأدب. هكذا علمنا إيه؟ القرآن. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. وفي آية ثانية يقول إيه؟ إلا إيه؟ إلا بإذن الله. ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصابك الأرض إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأ. إذا كيف توفق بين دي وبين دي؟ يبقى هنا ربنا ربط أشياء بأشياء، يعني أسباب بإيه؟ ومسببات. ولكن لو شاء تعالى حيلغي الإيه؟ المسألة دي، وهو على كل شيء قدير. فهمت الأقسام الأربعة؟ كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار، وواجب تعليق بصفاته حسما دواما ما عدا الحياة. يعني كل صفة لها إيه؟ لها شيء تتعلق به، إلا الحياة ما بشيء تعلقت. فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. ايه هم سائر الاقسام؟ كم قسم عندنا؟ ثلاثة، الواجب والجائز والايه؟ فايه من الصفات السبعة يتعلق بالاقسام الثلاثة؟ بالواجب والممكن والجائز والمستحيل، صفتان العلم والكلام. اما في صفة واحدة لا تتعلق بشيء اللي هي ايه؟ الحياة. بقى عندنا كم صفة؟ ثلاثة هم سبعة. اللعنة اثنين بيتعلقوا بالأقسام كله، يبقى باقي بقى كده القدرة والإرادة والسمع، وباقي أربعة. في تفصيل في تعلق الصفات الأربع مش عارف تكلمنا عنه أو حتى نتكلم عنه، مفيش إيه أي إشكال. ثم المعاني بعد، احنا قلنا الصفات الإلهية تنقسم اللي احنا هندرسها، اللي واجب على كل مكلف أن يعرفها تفصيلا،
قلنا في الجملة يجب على كل واحد أن يعتقد لله تعالى كل كمال، كل كمال على الإجمال كل كمال. طبعا أنت مش عارف إيه هو اللي يكون كمال أو لا يكون كمال، فقد يكون من وجهة نظر كمال ولكنه في الحقيقة ليس بكمال. فمثلا الحركة أو الأكل والشرب أو هضم الطعام، لو أنت معدتك لا تهضم الطعام هذا نقص في عيب في مرض، إذا ما تعتبره كمال بالنسبة لإنسانيتك أو بالنسبة لجسمانيتك لا يكون كمالا بالنسبة لله، لأنه منزه عن الجسمية وعن غير ذلك من صفات المخلوقين. إذا الحركة كمال بالنسبة للحي لكنها بالنسبة لله تعالى تعتبر إيه؟ هتمثل إيه؟ حيز وانتقال من مكان إلى مكان، هتمثل نقص بالنسبة لله، يعني هتجعله مثل الأشياء مثل المخلوقات، هو تعالى ليس كمثله شيء إلى آخر ذلك. إذا عشان كده لا نقول يجب على المكلف أن يعتقد كل كمال، وفقط كل كمال يليق بذاته تعالى. إذا من الذي يعرف ما يليق بذاته مما لا يليق؟ الله تعالى، فيخبرنا بذلك في كتابه أو على إيه؟ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس للعقل مجال في إدراك الإيه؟ الكمالات الإلهية، فلا يحيط إيه؟ بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تضربوا لله، إن الله يعلم وأنتم، إن الله يعلم يعني يعلم ما يليق له وما يجب له وما إيه؟ يجوز وما يستحيل. يعني نؤمن لكن اسمع قضايا إيه؟ إيمانية. العقل لا يصل إلى نفيها ولا يصل إلى الإحاطة بها، وإنما غاية ما يصل إليه العقل أن يقر بليه بالتسليم والإذعان، لكن ليست هي من المحالات العقلية حتى يقول بنفيها، وليست من الأمور التي تخضع ليه للعقل، فيظل العقل فيها حائرا واقفا عند حده حتى يأتيه نور الوحي فيرشده. ولذلك قال تعالى نور على نور، نور العقل ونور الايه الشرع. فلما اتحد في الهداية الى ايه الى غاية واحدة وحد الله تعالى بينهما، فقال يهدي الله لنوره، وهذا النور على نور يعني هم اثنين. فلما اتحد هيهدوك للصراط المستقيم، قال يهدي الله لنوره، ما جابش بالاثنين، يبقى هو نور واحد. لانه مين اللي واحد ليه في العقل ومين اللي انزل ليه في الشرع؟ يبقى معناه المصدر واحد، هو الذي وهبك العقل وجعله ميزان تميز به بين الصحيح والسقيم والخير، وتفهم به في دائرة محدودة، لكن دائرة الوحي غير محدودة، دائرة من الغيب لا يعلم ما فيها ايه الا الله سبحانه وتعالى. نور العقل ما هو نور، النور الثاني حيكون انتم كما كسلفيه حتقول نور الكتاب ونور السنه. لا مش على كده، احنا بنقول ما استناهم فيك وعارف انت الكتاب والسنه نور واحد مش نورين، واحد، لانه ان هو الا وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه، يبقى المصدر واحد، ده وحي وده وحي. ده ممكن هم لما تيجي انت تقول نور العقل هم بيقول لك العقل ما ليش دخل، عايزين نقول العقل خالق هم خالق عايزين يجنبوه. فلما تقول طب نور على نور ايه، نور ايه ونور ايه، يروح يقول لك الكتاب والسنة. وان قلت له مثلا الكتاب مستقل يروح يقول لك مثلا نور البخاري ونور مسلم. يعني هم يعني مش عاوز ايه يذكر العقل خالص، عاوز يبعدك عن ايه، رغم انه الحق سبحانه وتعالى جعل العقل نورا وهداية للناس. مش يفهم تبني تربى كرام السنوع انت ما هي بلاش، ما هي الآلة التي يعني مثلا ربنا جعل في مش آلة تبصر بها ليه ايه العين، وحاجة تسمع بها وحاجة تفهم بها، ايه هي العقل، شيء نوراني يبقى اتحدنا خلص.
هو حد عارف حقيقته ايه؟ ده حاجة ربانية يعني قلوبنا يعقلون سر ربان الروح حد عارف حقيقتها ايه؟ النفس يعني في اشياء اللي احنا نتكلمها عن النفس والقلب يا تاني الانسان الانسان مركب الانسان في اي انسان في خمسة اشياء جسد تقدر تنكره وظاهر جسد وقلب ونفس وعقل وروح كم دول خمسة هذه اللي مركب منها الانسان ايه الفرق بين الباقي ده بيقول لك هذه الاشياء النفس والعقل يقول لك هذه متحدة بالذات على رأي الغزالي ده متحدة بالذات مختلفة بالاعتبارات يعني هي هي ولكن يعني انت كشخص واحد الان تسمى طالب اثناء الصلاة تسمى ايه مأمون في الباص تسمى راكب وانت واحد بس الاعتبارات اختلفت متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار اذا قلنا الصفات الالهية كم قسم ها اربع اقسام اربع اقسام قسموها كده يعني تقسيم اصطلاحي يعني ما احد يقول لك هذا التقسيم بدع ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لكن ما هو الحصر انت لو درست الاصول تجد في حصر عقلي وفي حصر ايه جعلي وفي حصر استقرائي يعني مثلا الحصر الجعلي ده احد قال لك كتاب وقال انا هخليه 200 صفحة فحصره هو جعله كده ممكن يجعل اكثر لا والحصر الاستقراء نشوف نعم الحصر يستقرا يتتبع استقراء التتبع من جزء الى جزء حتى يصل الى ايه الى الكل لا والحصر العقلي يعني معناها هي القسمة العقلية واجب جائز مستحيل هل يمكن في العقل ان يكون هناك قسم رابع مفيش غير كده زي مثلا نقول كده حصر كده عقلي العدد اما زوج واما حرف ده حصر عقلي يعني لا يكون العدد الا زوج او ايه هل يمكن تجيب قسم ثالث عدد لا هو زوجي ولا هو فردي هات وانا خلاصي من الدنيا اروح على الاخرة فيه اشوف كده حصر عقلي العدد قصور يا مولانا اللي بين الاعداد دي يعني تبرش برضه بين الزوج والفردي الكسر مش عدد الكسر ليس من قبل الكسر عدد واحد حد قال واحد ونص واحد اثنين ثلاث اربع ها جزء من العدد نفسه يعني ليس عدد ولكنه جزء من العدد هو عدد في لا النص زوجي ربع ربع زوجي زوجي والربع ثم فمش حد مش حد مش حد هو الاعداد يعد في حد في الدنيا يعد كده يقول لك واحد واحد وربع مش اعداد بتاريخ واحد اثنين ثلاثة مش عدد كده واحد اثنين تحدي مش شفنا حد يعد الكسور لانها راجعة لايه للعدد نفسه للعدد نفسه يبقى الاقسام الاستفادة دي حصر عقلي يعني محصورة في اربع اقسام سلبية ونفسية ومعاني ومعنوية ما معنى نفسية نسبة ايه الى النفس بس بمعنى ايه بمعنى الروح بمعنى العقل بمعنى ايه بمعنى الذات يعني صفة نفسية يعني ذاتية يعني الوصف بها يدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها هي واحدة حيقول لي مثل الوجود هي صفة الوجود فقط ليس هناك صفة نفسية إلا الوجود ولذلك الرازي قال يعني حاجة في ثلاث مشكلات في علم الكلام ده وفي علم العقل ما حدش حل هو بده ورغم انه إمام كبير مستهلع قال قال واحدة في الذات واحدة في الصفات واحدة في الأفعال لما الوجود ده انتوا بتقولوا ايه تعرف الوجود الوجود هو الذات كده الوجود في الوجود احنا لما نيجي نعد الصفات اللي هي اول صفه هي ايه الوجود ده الصفه النفسيه الخمسه السلبيه هم ايه
هم القدم والبقاء المخالف حواس والقيام بالنفس والوحدانية. انظر خمسة سلبية تابوا السبعة اللي هم المعاني: العلم، إرادة، قدرة، سمع، البصر، الحياة والكلام. خلاص والمعنوية كونه عالما، كونه قادرا، هم نفسهم المعاني بس ما عرفتهم به بكونه. خلاص يبقى معنى كده لما نيجي نقول الوجود صفة. طب لما نيجي نعرفه الوجود صفة تدل على الذات دون معنى زائد. وكلمة صفة في اللغة العربية لازم يكون حاجة مثلها، إما معنى إيجابي أو معنى سلبي. يعني لما أصف أي صفة، الصفة يتدل على إثبات معنى يا على نفي معنى. كده لما أقول أنت عالم، إذا أنا عملت أثبت شيء زائد على الذات اللي هو العلم. طب او اسلب اقول لك انت لست بعالم او لست بجاهل، بدا يسلم ما دام استعملنا اداه النفي بسلم. يبقى الصفه تطلق على معنيين، احدهما وجودي والاخر عدمي. اما بالنسبه للوجود لا يدخل هذا المعنى ولا يدخل إيه؟ المعنى الثاني. يعني ما يدخلش احد المعنيين. ما ليه اللي يدخل؟ يقول لك الوجود صفة نفسية يدل الوصف بها على نفس الذات. جاء الراجل قال إذا كان الوجود هو الذات، مش احنا عندنا حاجتين ذات وإيه؟ ذات وصفات. طيب الوجود ده هو الذات، يعني معناها من الصفة، فكيف جعلوه في الصفات أو عدوه في الصفات ما دام هو من الصفة هو الذات؟ هذا الراجل قال في حاجة تحير، وليس بصفة ويحسب صفة. ده جاهد المشكلة الأولى دي. أبو المشكلة الثانية قالوا الذات الإلهية هي الصفات؟ قالوا لا، لو كانت الذات هي الصفات يبقى حتتصل بصفات أخرى فحتقوم الصفة بالصفة، مش هي الصفات. يبقى إذن هل الذات هي الصفات ولا هي غيرها؟ قال لو قلنا بالغيرية يبقى حنثبت التعدد، ولو قلنا بعدم الغيرية حننفي الصفات. هذه مشكلة تانية. فالذات ليست هي الصفات وليست هي غير الصفات. وقالوا هنا عصاب الرفع للنقيضين، ده مشكلة كبيرة جدا، لأن النقيضين ما يرتفعوش مع بعض. لما إذا كانت هي هتبقى، إذا كانت غيرها هتبقى مش هي، وإذا كانت هي هتبقى غيرها. إنما لما يتنفوا الاثنين العقل يحتار. هذه مشكلة. المشكلة الثالثة في الأفعال، أفعال العباد دي هل هي بخلق الله؟ طيب الإنسان يتحاسب ليه عليها؟ ولا هي بخلق الإنسان؟ هل في فاعلين وفاعله واحد، توحيد الأفعال واحد في أفعاله. دي مشكلة ثالثة. يبقى إذن كل كلام العلماء هنا واقفين موقف الأدب، تمام؟ مع الشارع الحكيم بالفهم بالحسب او بقدر ما يستطيع العقل ان يصل اليه، لان المسائل دي مش هنفهمها بالعقل، تمام؟ لابو الشرع بصرنا بحيث يقف العقل عند مقام التسليم يخضع. بس ما قلت زي النصارى يقول لك الغى عقلك وسلم كده، لا، عقلك خليه ميزان، بس ما تخلوش ميزان للايه الا عندما يهديك الى الوقوف مع ما جاء به الشرع. عندما اوصلك العقل الى الشرع، الشرع يقول له خلاص انت خليك ورا، ما تدخلش معي، سيب الايه الدور لي انا دلوقتي، خلاص انتهت مهمتك. يعني معناها ما يجيش العقل يستمر بعد ذلك فيحكم على ما جاء به الشرع، لا، الوحي هنا اللي يحكم على ايه ما يقوله العقل. يقول لا انت كده صحيح، انت كده ايه قطع. ليه؟ لان العقل ليس بمعصوم. من العصمة لمين؟ العصمة للشرع، لان الشرع من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى المعاني كل صفة قائمة بموصوف، اي معنى كلمة المعاني كل صفة قائمة بموصوف، يعني في موصوف وفي ايه وفي صفة، خلاص؟ لا. والسلبية يجب عليك معرفة الصفات المسماة بالمعاني. لا
لأن كل واحدة منها من إيه؟ ها؟ من المعاني اللي هي إيه؟ من أول العلم إلى الكلام. كل واحدة منها معنى قائم به بذاته تعالى. طيب العلم في معنى ولا ما فيش معنى؟ في معنى هو العلم. وتعريف العلم غير تعريف الإرادة، تعريف الإرادة غير تعريف الكلام، وتعريف الكلام غير تعريف، كل واحدة لها معنى. يبقى المعاني تتعدد، وهذا لا يضر ولا يخالف التوحيد. ليه؟ لأن الله تعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا أيما فله الأسماء الحسنى. إذا التعدد في المعاني يعني في الصفات لا يضر التوحيد، الذي يضر التوحيد ويناقضه وينفيه هو التعدد في الذوات. يا أبو النصارى لما عددوا في الذوات ولا عددوا في الصفات؟ يعني بعض النصارى يغلط يقول لك احنا بنقول بالتثليث وانتم تقولون به، يقول لهم انتم بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وانتم ايه الفرق بين الله الرحمن الرحيم زي ما تقولوا بين الاب والابن وروح القدس؟ شوف ابن تيميه فيهم اللعب بتاعهم في كتاب الجهاد الصحيح، لمن بدل دين المسيح قال ان النصارى حيارى متناقضون. ليه؟ ان جعلوا الاقانيم اللي عم يقولوا على هذه كلمه اقنوم كلمات يونانيه مش عربيه معناها اصل، فاذا جعلوا الاقانيم دي يعني الاصول ان جعلوها صفات محجمتين، اما تكون دي صفات اما ذوات، ان جعلوها صفات امتنع ان يكون المسيح الها، وان جعلوها ذوات وقعوا في الشرك صراحه ذات وذات وذات. طيب احنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الله تعالى لفظ علم على الذات، طيب الرحمن الرحيم الملك القدوس حتى لو ألف كل هذه صفات، يبقى عندنا تعدد احنا في الذات فيش. طيب المسيح ده ابن مريم عليها السلام ذات ولا صفات؟ محدش يقدر يقول صفة. كيف واحد بياكل ويشرب ويمشي ورسول ويقول صفة كده؟ وهل الصفة لازم تكون قائمة بموصوف؟ ده هو المسيح نفسه له صفات، منها العلم ومنها الحياة ومنها له صفات كبشر. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني هو إيه؟ موصوف بالرسالة. كيف هو يكون صفة؟ ولو كان صفة مش ممكن يوصف بصفة، لأن الصفة لا توصف بصفة، وإلا حيقوم الإيه؟ الصفة تقوم بصفة والصفة تقوم بالذات. يعني حنصف العلم بأنه عالم، وده ضد العقل، نصف الذات بأنها عالمة، ولا نصف العلم بأنه إيه. بعض الناس الطبائعيين اللي هم يميلوا كده يقول لك انظر إلى فعل القدرة، فيسندون التأثير إلى الصفات، والتأثير في الحقيقة إلى الذات. ربنا قال إيه؟ قال فعلت قدرتي ولا أنا الذي فعلت؟ أن ترى كيف فعل ربك، صح فعله بقدرته، لكن لا ينسب التأثير إلى الصفات، وإنما ينسب إلى إيه؟ إلى الذات، التأثير للصفات. تبقى النصارى كده حيارى متناقضة، إن قالوا إنه الأقانيم دي صفات خلاص دي. يبقى هم لما تيجي تسألهم تقول لهم هي مش هي صفات، يقول لك طب إيه المراد بالأب؟ يقول لك الأب يعني الوجود. يقول لك الوجود صفة. طب والابن؟ يقول لك يعني العلم. والروح القدس يعني الحياة، مش كده؟ لا، الابن ده مين هو؟ المسيح هداك، وله علم وله قدرة وله كلام وله حياة وله موت وله نفس. إذا كلامكم ده خطأ. طب وإن خلوها ذوات صراحة كده؟ ولذلك قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نشوف الإجرام بتاعهم والغباء والجهل. مش ربنا أول الثلاثة حتى فرض يكون مؤدبين إن الله أول أو ثاني ثالث ثلاثة؟ يعني بأصل الثلاثة إذا هو ثالثهم، يعني حتى الغباء بتاعهم يعني خلوا جعلوا الخلق نسبوه للابن والرزق والحياة والموت. طب والاب؟ بس يجوا يوم الاخر قال لي حاسب الايه الدينونة، اقعد كده على يمين ابي هو اللي دخل الماء.
والاب كده قاعد زي حاجه مرفونه كده يعني شرفيه مهمته يعني تجد كل شيء عندهم كده تعبير قال لقد كفى ان الله قالوا ان الله هو المسيح يعني اذا الالوهيه ادوها لمين للمسيح ما ادوهاش للايه للاب يعني ادوها للابن يعني ولذلك جاءت منزله الحق تعالى في اخر ايه يعني الثلاثه حليهم اول وليهم ثاني وليهم ثالث مين اول الثلاثه الابن ومين ثاني الثلاثه روح القدس اذا لم يبقى للاب الا ان يكون اخر الثلاثه مع انه هو اللي خلق الثلاثه ولكن ايه الغي ايه دوره وذلك الديانات النصارى دي ضلال ضلال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا ولا تقولوا الله غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا وضلوا شوف الضلال يذكر عنهم ثلاث مرات في ايه غير المغضوب عليهم مين المغضوب عليهم ومين النصارى برضو النصارى مغضوب عليهم الشيخ قال لنا قال النصارى كانوا ضالين والان مغضوب عليهم يعني برضو دخلوا في الايه في اللعنه ما هو هم واليهود سواء ما فيش فرق بينهم ده طلعوا في سنه 1997 وثيقه فاتيكان ونشروها في الاهرام هنا في مصر بتبرئه اليهود من دم النصارى الفاتيكان تطلع البعض وثيقه انه اليهود براء من دم الايه المسيح هو براء فعلا هو براء بس هم ما قالوا بنفس يعني مثل المسيح هم عقيدتهم انه قتل وصلب كده عقيدة النصارى كده سيبك من عقيدة احمد يبقى معناها قتل وصلب يعني معناها هناك من قتله من صلبه مين اللي هو صلب المسيح وقتله ووشى به الى الرومان اليهود على حسب اعتقاده لكن هم براء من وجهة نظرنا من ناحية ثانية انه عند المسيح لم يقتل اصلا ولا يصلب انما على فرض انه قتل وصلب على فرض يبقى لا بد ان يكون له ايه قاتل وصالب مين هم راح ضلعوا وثيقة بان اليهود براء من الكفر على حسب فعله مين اللي قتله ورغم انه الحمد لله ما كانش في اسلام ايامه الاسلام جاء بعدين ديانة الخاتمة لو كنا موجودين كنا ما يقدرش يتهمونا احنا كناش لينا وجود ما كناش موجودين لو كان يمكن اتهامنا بأثر رجعي كان ممكن هم طلعوا الوثيقة بتبرئة اليهود لكن ما ذكروش الإدانة لمين وليس كانوا طلعوها كده صراحة ان المسيح لم يقتل كانوا اتفقوا معانا في الحالة دي لو قالوا انه لم يقتل لم يطلب خلاص يبقى معناها العالم كله بريء مش فقط مين لا ما اللي يغيظك التبرئة ليست لإيه ده لناس معينين يعني معناها فيها اتهام لمين لقوم امين هم اهل ما زالت المباحث تبحث ما زال البحث جاري لما نوصل للفاعل او لحد ما ينزل على زعمهم يقول لهم مين اللي قتلني ومين ايه اللي فلب وقال ما حينزل طبعا حيكسر الصليب ويقتل وحيكذب القضية من اساسها وذلك كله حيدخل في الايه في الاسلام في ايامه مش هيبقى الا دين واحد ولا يضعن الجزية اما الاسلام واما القتل موجود في البخاري يعني مش هيبقى حاجة اسمها نصرانية ولا كاتدرائية ولا خلاص كله ده هيتمسح بالجزمة ده فين يضع الجزية يعني معناها ما فيش جزية ما حدش هيسرع الجزية بيدفعوها ليه من اجل البقاء على دينهم الجزية معناها كده يبقى على دينهم حتى يعطوا الجزية يخش الاسلام يتقتل الاول كان يدخل الاسلام حاجة من اثنين الاسلام يا الجزية يا القتل كانوا ثلاثة اتلقى واحد بيقوا ايه اثنين وذلك الارض كلها تبقى اسلام ويطوف الارض كلها ويصلي
بس مش هنزل بشريعة جديدة يعني نزول المسيح. يعني انت عارف المسيح عليه السلام المسيح ده سيدنا عيسى العالم كله بينتظر اكبر ديانات في العالم اكبر ثلاثة المسلمين واليهود من الثلاثة دول بينتظروا بس طبعا اليهود يسموه الفادي والمخلف والنصارى بينتظروا ايه عندهم والمسلمون ينتظرونه تمام وانه لعلم للساعة يعني من ضمن ايه يعني كثير من المفسرين يرجع الضمير طبعا ده موافق للنصوص الى المسيح عليه السلام لما ضرب ابن مريم مثلا وفي من يرجع الضمير الى القرآن يعني يجوز كده ويجوز كده لكن ذكر من علامات الساعة العشر الكبرى منها ايه نزول المسيح عليه السلام هيعمل ايه المسيح هيقتل الخنزير لا يبقى خنزير واحد على وجه الارض وحيكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال مش كمان يعني حيضع الجزية واحنا حموت من الفقر عايشين احنا على حتى لا يقبله احنا حدش عاوز حاجة عاوز تملي بالفلوس من فيش حاجة خلاص البحث او الاستفادة من القضاء العقائدية جميلة جدا لان هي الاساس يعني ما من عمل سلوكي الا هو مرتبط بعض الناس يقول لك احنا خلينا نعمل به بما امر الله به ونهى عنه يعني الاعمال الفقهيه الاحكام يعني ونضع هذه نؤمن بها ده ما من سلوك الا ومربوط او وراءه عقيده ينبع عنها الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا شوف ربط السلوك والكلام بقضيه الايمان ألم يقل تعالى في موضوع رجم الزاني ولا تأخذكم بهما إن كنتم يعني المسألة راجعة إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ده ربط قضية إكرام الضيف البعض الناس يعتبرها إنسانية أو عادات اجتماعية أو نظام قبلي أو إحنا كده عندنا الله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد الله عشان طبعا اليوم لسه ما فيش حضور ما نظمناش هنبدا صفة الكلام الأربعاء مثلا العصر ونبدا خلاص والأحد كذلك بعد المغرب بس هنبدأ من الأربع عشان الفصل العدد ده سرم الاول انا هأسف فيك هأسف معاه انا مش معاه انت ترتبع على الله بس يعتبر باب جديد ممكن التاني نشرح مرة تاني في وقت تاني ما في وقت بس ابدأ من ده عشان ما يفتكش ده ولا ده بس عمش ده السعيد اللي طاعت القدر قال مش مسافر لما تاخد قدر تاني مش كتب مع رجل كده الكتب ان شاء الله هنحاول بعض الناس هيجيب لنا الكتب مجانا بس واجبه هيجيلكم الشيخ